ورجعنا لكم فقرتنا التانية، معلومة جديدة. معلومتنا الجديدة برضو دايما مستمرين لغاية دلوقتي عن ريادة الأعمال، وعن إزاي أنت تصنع لنفسك مكان في المستقبل، وإنك أنت تكون حد مختلف، وإنك أنت تكون حد متميز، وإنك أنت تكون حد ذو أثر. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في بداية مرحلتنا دي علشان المشاريع الصغيرة اللي هي بنقول على قد الإيد، وشفنا ازاي نحل المشكلة وازاي نحلل ان في مشكلة اساسا عشان نوصل لمشروع مناسب لنا. اتكلمنا في العام وطلقنا لكم الاعلان ان انتوا تشاركونا، وكل واحد فيكم يقول لنا ايه المشاريع اللي بباله، ايه اللي هو عايز يعمله. واول مرحلة هتكون معانا هي ازاي ان انت تحلل المجتمع اللي حواليك وتشوف المشاريع المناسبة ليك في الجو ده. احنا زي ما قلنا المشروعات بتاعه الفتره دي هي مشروعات الصغيره اللي على قد الايد، على قد ايدي وعلى قد ايد اللي حواليا، مش محتاج اخد قروض، مش محتاج ان انا ادور على مستثمر عشان ابتدي. وسيبنا لكم ترسلونا في رسائلكم ايه المناسب ليكم وايه اللي مناسب لمجتمعكم، وتحللوا ايه الموضوع اللي ممكن يكون مناسب ليكم. طبعا على المستوى العام قلنا ان لازم المشروع يكون مناسب لامكانياتك، مناسب لمهاراتك، مناسب لقدرتك، مناسب لمصروفاتك. في ناس كتير بعتت لنا في كل المجالات عن حاجات مناسبة ليها. طبعا الشباب بعتوا لنا حاجات مناسبة للشباب، والفتيات بعتوا لنا حاجات مناسبة للفتيات. احنا هنقول لكم على بعض المشاريع اللي قالوها لنا الشباب علشان حاجتين. اول حاجة انتوا كمان تعرفوا ان المشاريع دي هي زي المشاريع اللي حواليكوا لما انتوا عملتوا تصفية للمجتمع، ولا ده شيء مختلف. وفي نفس الوقت اذا كانت معانا يبقى خلينا نمشي نفس المسار، اذا كانت مختلفه يبقى بتبتدي تحلل انت المجتمع اللي حواليك وتبتدي تشوف ايه المناسب ليك. في نفس الوقت احنا عشان زي ما قلنا في المرحله بتاعه التعليم دي هناخد مشروعين او وهنعمل عليهم تحليل، وهنبتدي نصفي بقى بالارقام ونشوف المناسب، ونعمل مع بعض شيء زي دراسه جدوى صغيره نبتدي نشتغل عليها. الاول هنشوف تصفيه للمجتمع اللي حوالينا وايه الشباب وصلوا معانا لفين، ونقول ايه المشاريع بالنسبه للمشروعات اللي هي اكثر شعبيه والمناسبه للشباب. الشباب بعتوا لنا على مغسله سيارات، بعتوا لنا محل عطاره، بعتوا لنا مصنع شنط بلاستيك، محل اعلاف، تربيه دواجن، تصنيع الحلويات. ده بالنسبه لوجهه نظر الشباب، شايفين ان هم يقدروا يعملوا الشغلانه دي، والشغلانه دي ممكن تكون مفيده للمجتمع اللي حواليهم وتكون مناسبه ليهم ومناسبه للامكانيات. ليه؟ لان مثلا اقدر افتح محل في الشارع اللي انا فيه، الاقي ناس خدمه زي ما حللنا قبل كده محتاجين الموضوع ده كويس جدا، انا عندي مهاره وامكانيات سواء مصروفات او سواء علم يقضيني ان انا اعمل الشغلانه دي. في الحاجات بقى اللي بعتوها لنا البنات، الهاند ميد طبعا مكتسح تماما، كروشيه وتريكو، صناعه الاكسسوارات والحلي. وطبعا ده الفتره دي معدي لان احنا عارفين الحاجات دي غاليه ازاي، وفي نفس الوقت اللي بتعرف تعلم نفسها والنت مفتوح زي ما قلنا، والورش اللي بتتعمل في التدريبات والكلام ده كتير جدا. فصناعه الاكسسوارات والحلي ده يعني تماما شيء ناجح. انتاج حافظه الطعام حاجة من الحاجات اللي البنات بيعملوها، زي ما بيعملوا كده فانوس رمضان، زي ما بيعملوا الحاجات الهدايا الصغيرة والميداليات والكلام ده، فدي حلوة جدا. الشموع المنزلية يعني حرفة محتاجة تدريب قليل ومحتاجة حب للصنعة، بس يعني المفروض ان الحد يبقى متمرس جدا، لان احنا زي ما عارفين احنا بننافس السوق العالمي، احنا كده في القرية الصغيرة، فأي منتج بنعمله هاند ميد بإيدينا فلازم يكون الفينش بتاعه صح، التدريب بتاعنا صح، نكون بنعرف نعمل حاجة تلمس قلب الحد قبل ما تلمس محفظته، لأن زي الأكل بالظبط والله، حتى الحاجات اللي بنشتريها إن ما عجبتنيش شكلها ما بشتريهاش، بالظبط زي ما باكل إن ما عجبنيش شكل الأكل ما بعرفش آكل، فنفس الحكاية لازم نكون متدربين صح، عندنا مهارة جيدة وعندنا قدرة على إن إحنا نعمل شغل كويس جدا. تصميم تيشيرتات هاند ميد، وانتوا عارفين الموضوع ده بقى تبع الموضوع المكان الموجود فيه، يعني شباب بيكسبوا منه كويس جدا لو عندهم القدره على الاستمرار، او عندهم بيعرفوا طبعا يصمموا. ممكن يبقى حد شاطر في البيع وشاطر في مش عارفه ايه، ويجي حد بيصمم يبقى هو شاطر في التصميم، والاثنين يتحدوا مع بعض، ده يصمم وده يبيع ويسوق والكلام ده كله. زي ما قلنا لانها مشروعات من 1 لـ5، دي تعرف المشروعات الصغيرة عندنا ان من 1 لـ5 أفراد. في حاجات تانية كمان، التغليف والتعبئة اللي هي بتبقى بتاعة الحاجات البسيطة زي اللي هو الملح والكمون والكمون
الكلام ده كله ممكن يحتاج مكنة صغيرة ما تعديش 5000 جنيه، 10000 جنيه في الوقت اللي احنا فيه، اكياس صغيرة جدا بتتباع بالسهل جدا، ممكن نتعامل مع السوبر ماركت اللي حوالينا في المنطقة، وممكن تغليف، مش لازم يكون الحاجات الكبيرة اللي بتبقى بمئات الألوف والكلام ده، بس زي ما بنقول لازم بقى عندنا قدرة على المثابرة ورؤية جيدة. في وصفات خفيفة في الأطعمة والنصف مجهزة. طبعا موضوع الأطعمة النصف مجهزة زمان من 10 سنين كان اللي بيشتغل فيه بيحارب، ليه؟ لأنه كان بيحاول يقنع الناس بنفسه وقدرته، واللي بتشتغل في المجال ده بتحاول تقول يا جماعة أنا بوفر لكم وقت وبوفر لكم جهد وأنا نظيفة وأنا عندي قدرة على تصنيع الأصناف. لا، دلوقتي بقى العكس تماما، بقت السيدات العاملات، بقت الرجالة اللي هم عايشين لوحدهم، بقت الأسر اللي وصلت لمرحلة إن ما عندهاش وقت، بتاخد كل التخزين بتاع بيتها أو في ثلاجتها مين؟ من السيدات أو الرجال. علمكم بيبقى دلوقتي المشروع ده انا شفته جيد جدا من اول شخص لغايه كذا شخص، يعني في ناس بتبقى هي بتشتغل معاها ناس، قلبت بيتها مصنع، مطبخها مصنع، في حد دليفري بيودي، في حد بيجيب الاغلفه، في حد بيعبي، فما وقفتش على حد. دلوقتي موضوع تصنيع الاجهزه النصف مجهزه، تصنيع الاطعمه النصف مجهزه يعني عدى بقى هو المطلوب في السوق، بس اهم حاجه الجوده. معلش يا ريس، الشيف هو اللي بيحكم. بمعنى ايه؟ انا بعمل شغل لاول مره، الاكل لاول مره، انا عملت وعديت نفسي كويس ونفسي زي ما بيقولوا حلو والاكل كويس جدا ممتاز، فاللي بيحصل ان انا بعمل لنفسي سوق حلو. الاستمرار في الجوده، الجوده الممتازه، العطاء الممتاز، ده بيخلي ليا سوق، لاني انا اشتريت منك مره او اشتريت منك مره ولقيت الحاجه مش عجباني خلصت كده، رأيتها عجباني هحطها بجدول حياتي. وزي ما نقول مفيش بيت دلوقتي حتى لو هو مش محتاج اطعمه نصف مجهزه الا بيحتاج في يوم من الايام ان هو ياخد الموضوع ده. كمان عندنا المشروعات التكنولوجية، برضو المشروعات التكنولوجية فيها اللي على قد الإيد، إن أنا أتعلم الجرافيك، إن أنا أتعلم إزاي أعمل ديزاين، إن أنا أكتب على الكمبيوتر زي ما خدنا تحليل لمشروع صغير الفترة اللي فاتت. الحاجات دي كلها على قد الإيد، إن أنا أعرف أصور، مفيش أسهل من كده، الموبايل في إيدي وأنا عندي قدرة على التخيل وعندي قدرة على الإبداع، والإي آي ما خلاش. خلانا ايه الاي اي؟ خلانا ان احنا برامج كتير نازلنا بقدر ان انا اصور وفلتر واعمل حاجه بطريقه كويسه واشيل اعمل مونتاج محترم، اللي هو كان زمان المونتاج ده بياخد بقى يعني عايز كاميرا ب 20000 ب 30 ب 40 وحاجات اكتر من كده بكتير، لكن انا التكنولوجيا دلوقتي خلت في ايدينا حاجات كتير، فان انا اعمل مشروع ديزاين، مشروع فوتوغرافيك، مشروع ان انا اعمل فيديوهات، الكلام ده كله محتاج ايه اكتر من انت عندك موبايل؟ مفيش حد ما عندوش موبايل دلوقتي. وعلم نفسي، لان انا عندي موهبه، لان انا عندي مهاره، لان انا عندي ذكاء، عندي قدره على التقاط هذا المجال. عايزه اقول ان المشاريع اللي جات لنا دي يعني كتير جدا ما شاء الله، ما كنتش متخيله ان هيبقى في تجاوب بالطريقه دي، وان الشباب هم نفسهم هيبتدوا يقولوا لنا عن المشاريع اللي هم شايفينها في مستقبلهم وحواليهم. هما المفروض ان هم حللوا للمجتمع اللي حواليهم المشاريع اللي حواليهم وهي تناسب مقدرتهم وتناسب امكانياتهم وتناسب مهاراتهم، والمفروض نحلل كل واحد بيحلل المنطقه او قدرته او المكان اللي هو عايش فيه يقدر يشتغل فيه عليه. احنا اتكلمنا دلوقتي على كذا انواع من المشاريع، المشاريع الصغيره عموما، على المشاريع الهاند ميد، على المشاريع التكنولوجيه، فيعني ظبطت عليكم بقى ايه؟ عليكم من المشاريع اللي اتقالت دي كلها، كل واحد اذا ما كانش عنده مشروع في دماغه يبتدي ينقي له مشروع او مشروعين عشان نعمل دراستهم مع بعضنا سوا، عشان هو يشوف لو انت عندك استعداد او عندك استعداد وعندكم نفس طويل وعايزين تعملوا مشروعكم وعايزين تبقوا انتوا مشروعكم، احنا معاكم. هنبتدي نحلل حته حته مع بعضنا ونشوف المشروع بيتعمل ازاي. زي ما قلنا هنبتدي في الدنيا دي شكلها ازاي علشان نكمل مع بعض. المرة الجاية هنقول ايه اللي انت يأيدك ان انت تعمل المشروع ده، هتشوف ايه الحاجات او ايه المراحل اللي هتخليك انت وانت بتدير مشروع هتقول انا محتاج لكذا عشان ادير، محتاج لكذا عشان ادير. ايه بقى الحاجات اللي هتحفزك على ان انت تعمل مشروع لوحدك او ان انت تبقى صاحب مشروعك؟ عندنا شوية نقاط المفروض هنتكلم فيها بسرعة لان اتكلمنا فيها كتير بالتفصيل في الحاجات اللي قبل كده، عشان نبتدي نتكلم في الاهم. اختيار عمل تحبه، يعني انت بتعمل مشروع لوحدك لان انت في حاجة انت حبيبها وعايز تعملها،
انت حابب تمشي في المجال ده، حابب تكمل فيه. الحاجة التانية تختار من ترغب في العمل معه. احنا قلنا المشاريع الصغيرة في بلادنا من 1 لـ 5، يعني انت بتحب تشتغل مع اخوك، واحد صاحبك بيكملك، ده بيعرف في الديزاين وده بيعرف في التسويق، ده بيعرف في الاكل وده بيعرف في ان هو يبيع. الكلام ده كله انت اللي بنختار بعدين، انت بتختار حد بتحبه انت اللي تشتغل معاه، مش هتعمل اعلان وتجيب ناس مش عارفة ايه والكلام ده كله. لا، مدير لنفسك، لان انت لما تبقى صاحب مشروعك بتبقى انت المدير. في حد بيحب الاستقلال، بيحب ان هو ما يحبش يبقى حد مدير عليه، وهو عايز يعمل مشروع بنفسه وعايز يعمله بفكره برؤيته بحاله، فبالتالي هو بيبقى صاحب مشروعه وبيبقى مدير لنفسه. الحاجه اللي بعد كده، فكره مشروعك ممكن تعمل فرق في الحياه. زي ما قلنا ان فكره مشروع جديد او مشروع ريادي بتتوقف على حاجتين، اما ان انت بتحل مشكله كانت موجوده وملهاش حل، وانت او في على الاقل في المنطقه او في المجال اللي انت فيه وانت لقيت لها الحل ده، وبالتالي بتحل المشكله دي للناس اللي حواليك، فبالتالي هم بيستثمروا او بيشتغلوا معاك وبينجحوك، او ان انت بتبتكر فكره جديده والفكره الجديده دي بتحل برضو مشكله ما كانتش موجوده او كانت موجوده، بتعمل لنا فرق في المستقبل. عندنا استغلال مهاراتك، لو انت عندك مهارات والمهارات دي المفروض ان انت تكتسب منها او تتكسب منها وتعمل مشروع او تفيد الاخرين. حاجات كتير جدا من ضمنها الحاجات اللي قلناها دي بتخلينا نبقى اصحاب مشاريع او رؤية جديدة. شكرا ليكم، سعدنا بيكم فقرتنا دي. فاصل ونرجع لكم في الفقرة الثالثة.